صباحي مشاهدي متابعي قناة تي في نت الأعزاء. اليوم أطلع عليكم عبر قناة تي في نت، والآن إحنا مباشرة بنتكلم معاكم من المعسكر أو لوكيشن المنتخب القومي السوداني. فحاليا حابس لكم أبسط المواضيع، حيكون حاجة بسيطة وحماسية لبرنامج مباراتنا في استاد كوبر ببحري، خليكم معانا. الآن معانا كابتن المنتخب ياسر عوض، اوصف لنا إحساسك كده بكل صراحة. الله يكونه مما نحن وصلنا لدور الأربعة، ده برا وإنجاز إن شاء الله. الناس تجيف معانا ونقدم ونصل النهائي ونشيل الكاس ونفرح الأمة السودانية إن شاء الله. معانا اللاعب منن. منن يا منن، جونك قاعد دخل طوالي من وين؟ منورنا، بنوركم ان شاء الله. بكره كم جون؟ والله بكره ان شاء الله يعني نفس يعني زي ما توفقت الكره اللي فاتت ان شاء الله، يعني ان شاء الله الحظه يعني يشيلوا معي الكره الجايه الجايه ان شاء الله يوم بكره. الان معانا الدكتور مسؤول منتخب السودان، عرفنا عن نفسك اسم الكريم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انا محمد مدثر احمد فضل الله، طبيب منتخب الشباب السوداني. عايزين نعرف عموما كده حاله اللعيبه كيف. طيب والله انا احب اطمن الجمهور واطمنكم انه اللعيبه كلهم بخير الحمد لله، ما عندي ولا اصابه هسه حاليا في المعسكر، كل الناس بخير وتم صحه الحمد لله. اسم الكريم. ميسر عبد العزيز، لاعب حجر الرب السودان. وطبعا يا اخ اللعيبه كلهم جاهزين في كامل الجاهزيه، وان شاء الله بكره باذن الله منتصرين ونرفع راس الشعب السوداني فوق، بس بإدعاباتنا الصادقه ان شاء الله بكره منتصرين. وانت اخر كلمه بتقولها تختم بها؟ والله ما في كلام يقول، يعني كلام بس بكره ثاني ان شاء الله منتصرين. الناس يكونوا هناك في الملعب؟ الناس يكونوا كتار زي ما هناك، قول لهم هناك نزلت. كنت معكم أنا آية آفر، وأطلع عليكم عبر قناة تي في نت. التوفيق لنا جمعا بإذن الله، والثقة في الله نجاح.